السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض أداة اسمها اكسل بيم. خلينا بداية هقول له ان انا عايز ملف جديد زي مثلا تودو. بالشكل دوت. طيب عايز ابدأ ادخل الموديل بيم بتاعي، فهقول له اكسل بيم. وابدأ اختار الملف بتاعي، هنا بيديني كل مفاتيح الاي اف سي وكذا، فهبدأ اختار مثلا ملف زي دوت، فبيبدأ يعمل الامبورت دي الملف. فبكل بساطة بتلاقي العناصر الموجودة هي 3D، وتقدر تشوفها 2D، وتقدر تشوفها من جميع الاتجاهات زي ما انت عايز. وفي أدوات خاصة بإن انت تقيس المسافات أو المساحات. يبدأ يجيب لك الاريا قد ايه. طيب انا دلوقتي بقى عايز ابدا احط العناصر بتاعتي في قلب الملف الاكسل دوت، اربط العناصر اللي هنا بالعناصر اللي هنا. فانا ممكن اعمل سيلكت على العناصر اللي انا عايزها، من خلال ان انا اقول له بيك اليمنت، وابدا اعمل سيلكت مثلا هنا على الروف ورايت كليك، هيبدأ يجيب لي الاختيارات شو اول 3D وهكذا. فهبدأ اسحب واحطها مثلا في الخانة ديت، واقول له موف اوبجكت هير. ممكن اعلم مثلا على الجزء اللي فوق، ممكن اجي اعمل سيلكت مثلا على الجزء تاني غير دوت، ممكن اعمل الجزء مثلا اللي فوق بالشكل دوت، وادوس رايت كليك وابدأ اسحب واحطها هنا واقول له موف تو هير. واجي برضو على الجزء اللي تحت، اعمل سيلكت على مثلا الأعمدة وابدأ اسحب وابدأ احط هنا، بيبدأ يظهر لي علامة ان دي في جزء مرتبط بيها. طيب لو بصينا هنا بنلاقي عندي هايلايت، يعني الحاجة اللي هعملها سيلكت هعملها هايلايت وزوم. فانا لو جيت هنا هيبدأ يعمل هايلايت وزوم على الحاجة نفسها. يعني احنا هنا اهو زوم، يبدأ يعمل زوم على الجزء دوت. وفي حاجه اسمها ماتش سيل ستايل، بمعنى ايه؟ ان انا لو غيرت في الشكل بتاعها هيتغير هنا. يعني لو جيت قلت له خلي دي مثلا اللون احمر، يبدا هو يغير في اللون هناك وهكذا بالشكل ده. طيب برضو بنلاقي هنا في الاكسل بيم حاجه اسمها بيم داتا تيبل، بعمل لي جدول للعناصر بالشكل دوت. اقدر اقول له مثلا انا عايز دي الاليمنتس، اقول له طيب مثلا، وابدا اسحب واحط هنا، فيبدا يعمل لي جدول بالشكل دوت. وتقدر تعمل هنا، وممكن اقول له انا عايز مثلا اللاير او كلاسز، وتبدا اسحبها مثلا تحطها في الخانه الثانيه بالشكل دوت. ممكن ابدا بقى اعمل سيلكت لكل العناصر اللي موجوده هنا بالشكل دوت وكده. هقول له ان انا عايز اعمل لينك، بيقول عايز تعمل لينك للعناصر، فبعلم على العناصر دول وبتظهر علامه اللينك، وبعد كده اقدر اسحبهم واحطهم هنا. فكده مثلا لما اقف على الستوري، اقف على اي حاجه، هيبدا يجيب لي الحاجات ديت، الفرنتشر، الحاجات اللي معموله اسمها سلاب، الحاجات اللي معموله انها كولوم، البليت، الحاجات اللي معموله وول. فبيسهل لي الشغل بتاعي ان انا اعمل سيلكت على الستير مثلا مره واحده على الرامبات، وسهل عمليه الحصر.